ارتفاع ملموس على درجات الحرارة منتصف الأسبوع، لكن تعود درجات الحرارة وتنخفض خلال نهاية الأسبوع في بعض المناطق. التفاصيل في النشرة الأسبوعية بعد قليل. متابعينا في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا باستعراض التوقعات الجوية للمدن أو في مختلف مناطق المملكة ليوم الأحد، حيث تتأثر المنطقة الشمالية بمنخفض جوي خمسيني، رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على إثارة الأتربة والغبار وأيضا حدوث الموجات الغبارية في عموم المنطقة الشمالية مع ارتفاع واضح على درجة الحرارة، في حين تستمر فرص هطول زخات الأمطار الرعدية في المناطق الجنوبية الغربية ويستمر الطقس مستقر في باقي المناطق. يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، يتراجع تأثير المنخفض الجوي الخمسيني، لكن الموجة الغبارية التي تشكلت يوم الأحد يتوقع أن تتحرك نحو المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، وبالتالي ستكون الأجواء مغبرة في هذه المناطق مع ارتفاع واضح على درجات الحرارة في المنطقة الشرقية والوسطى، فيما يعود الطقس ويستقر في المنطقة الجنوبية الغربية. يوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية الشرقية، ترتفع قليلا في المنطقة الشمالية وأيضا تنخفض في العاصمة الرياض، وتعود الأجواء الغير مستقرة في المرتفعات الجنوبية الغربية على شكل هطول لزخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر. يوم الأربعاء يعود الطقس للاستقرار في عموم المناطق، لكن ترتفع درجة الحرارة من جديد لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في المنطقة الشمالية، في حين تستمر مرتفعة في المناطق الشرقية وأيضا الوسطى. العاصمة الرياض تلامس درجة الحرارة 40 درجة مئوية، في حين تستمر الأجواء مستقرة في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية. يوم الجمعة لا تغيير على الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية، أعلى من معدلاتها في المنطقة الشرقية والوسطى، فيما تكون حول معدلاتها في المنطقة الجنوبية الغربية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن في النشرة الأسبوعية. إلى اللقاء.